خلي نوضح فد فقرة معينة اللي هي الإصلات. الإصلات هو هذا اللي مثلا بتشوفه هو 0 1 2، أو هنا هذا عندنا الريل 0، وهنا ده نلاحظ أنه هذا هو اللي سابقا اتطرقنا إلى السلوت رول، وكل فد بي ال سي أنه إلى سلوت رول. مثلا أنه بالـ 7200 لازم أنه الكوميونيكيشن يصير من الجهة اليسار والموديولز من الجهة اليمين، وهي هذه إذا نلاحظ هذا هو حاليا إنه مثلا هسه هذا، هل ممكن أشيله أخليه بهذا الجهة أو أجيب أضيف واحد جديد؟ خلي أشوف أجرب أضيف واحد جديد. نلاحظ إنه صار لي فقط مربعات زرق في هذين الأماكن، ما يصير اجي اشيله اخليه مثلا هنا، ده نلاحظ فقط في المربعات الزرقاء من البرنامج، واللي هاي عندي هنا لحد 31 موديولز اني اقدر اضيف كوميونيكيشن موديولز والى اخره. هذا طبعا السي بي يو ضفته هو 1518، واقدر اتحكم به هذا انقله في المكان اللي يعجبني. ذا نلاحظ هذه فالتوضيحة بسيطة، وخلينا نستكمل الكتاب مالتنا. نا طبعا البروجكت تري اللي خلينا نروح عليها، هذه اللي هي بروجكت تري، هذه هي البروجكت تري. إذا نلاحظ فيها فالتفاصيل معينة هنا، مثلا add new device device and networks، ال PLC مالتي هذا مثلا أرفعه، هذا PLC 1 أنا حاليا ال devices مالتي، ال أنا grounded device و security setting وإلى آخر. هذا التفاصيل كاملة راح هو يشرح لنا إياهم هنا في الكتاب. راح هنا مثلا نقول project CPU CPU program PLC tag، وجدا هاي مهمة وضرورية، و local modules ال central IO ال block group اللي هي مثلا function block وإلى آخره، ال HMI device distribute يوتيد اي او سيماتيك كارد ريدر والى اخره، الاونلاين اكسس، اللانجوج سيتنج، والديفايس جروب اللي هذني. نلاحظ انه نشوف انه الكتاب كلش تفاصيله دقيقه، يعني ابسط الامور هو دا يوضحها. وهسه مثلا يقول لك هنا التاسك بار دا يشرح لك عليها وشنو فائدتها، اوبن كلوز تاسك كاردز، وشنو ممكن نسوي من أتى الليبراري وإلى آخره. فالكتاب جدا مفصل. هنا الانسبكتر ويندو اللي هذه هي، خلي فد ندخل على البرنامج، هذه هي الانسبكتر ويندو. إذا نلاحظ حاليا هي منزلها للأسفل، خلينا نفتحها. هذه هي بيها general complete add properties diagnostics وإلى آخره. فالتفاصيل كلش دقيقة. خلي نكمل وياكم. add هنا مثلا general lab وإلى آخره، diagnostic area شنو ممكن نطلع من عتل، info area، ال properties area. طبعا عندنا هنا ال undo and redo اللي هي التقديم والتأخير في حال انه تريد ترجع البرنامج مالتك او تقدمه، حذفت خطوة وتريد تقدمه عنده، اللي هي بهذني التفاصيل. خلي نروح على البلوك مالتنا اللي هو PLC بلوك، وال main، فخلي اضيف هنا هسه فد تاج جديد، خلى ربطه هنا. هسه انا اقدر اسوي اندو الرجوع للخلف، وبعد اقدر اسوي رجوع للخلف، واقدر اتقدم للامام. يعني هذا اللي ابسط البرامج اللي هي مثل وورد موجوده هيش خطوه. فخلينا نتقدم بعد اكثر. هنا سيف اند بروجكت، شلون هنا يعلمك شلون تضيفه،
البرنامج، نضغط على هذه Save Project، هاي نحفظ البرنامج عندي. هنا including incomplete or including objects، يعني هنا لما النيتوركس ما تبيها مشكلة تظهر لهذه الأرر. خلني نتقدم بعد. طبعا البروجكت هذه الواجهة مال البروجكت، خلي أضغط على البرنامج وعندي هاي البروجكت، لاحظ هذه التفاصيل مالتها بيها new open close delete save archive archive projects have card reader USB model card file print print view وإلى آخره. خلينا نتقدم بعد أكثر. طبعا هذا التفاصيل هو يشرح لك اياها هنا بالتفاصيل الدقيقة، recognize project normal file folder وإلى آخره. الليبراريز هنا خلي نجي على الليبراريز وين مكانها. طبعا بالجلوبال ليبراريز اروح عليها، موجودة بالبروجكت ليبراري، اروح عليها البروجكت ليبراري. وين البروجكت ليبراري؟ خلينا نبحث عليها هنا. خلينا نشوف وين من مطلعها. هنا اكو علامة view library او option، و اروح على option هنا عندي global library open library. طبعا هنا لازم نجيبها. خلي نشوف اذا اكفت library محفوظة، create a new library. هاي مثلا انه اني اريد البرنامج مالتي اسوي عبارة عن مكتبة، ولاحقا انه اسحب هاي المكتبة للاستخدام في تطبيق معين من البرامج مالتي. هاي هنا سوي لك create مثلا. هنا عندي البروجكت ميجريشن اللي نلاحظ انه هنا عندي مثلا دي يعلمنا شلون نسوي ابجريد او ميجريد بروجكت والى اخره. هنا عندي البروجكت ابجريد اند كومبليت موديول مود، هنا انه على مود اذا نلاحظ انه شلون نغير من فيرجن الى فيرجن سو ابجريد. هنا هيلب فانكشن، خلينا نتوقف لهنا.